ما هي أسباب تسمية الشركات العالمية الكبرى بهذه الأسامي التي أطلقت عليها؟ نحن نستعمل المنتجات ونعرف الأسماء، ولكننا لا نعرف القصص والحكايات خلف تلك الشركات الشهيرة. أغلب الأسباب خلف تسمية بعض الشركات بسيط ومباشر، وبعضها معقد قليلا، والبعض الآخر شغل العالم لوقت طويل جدا، مثل شركة أبل. شركة أبل، قيلت الكثير من التكهنات حول تسمية شركة أبل. بعض الناس قالت بأن المؤسس ستيف جوبز كان يعمل في حقل للتفاح خلال فترة مراهقته، والبعض الآخر قال بأن التسمية ترتبط بالعالم ألان تورينج الذي كان له الفضل باختراع الكمبيوتر والذي انتحر بتناول تفاحة مسمومة. ولكن الحقيقة أن السبب أبسط من ذلك بكثير، وهو ما كشفه جوبز عام 2011 أن التفاح كان جزء أساسي من حمية الفواكه التي اعتمدها، وكان يريد اسم سهل ومرح وغير معقد يختلف بشكل جذري عن أسماء الشركات الأخرى. شركة سامسونج، باللغة الكورية سامسونج تعني النجوم الثلاث، وتم اختيار التسمية لأنها تعكس رؤية الشركة لنفسها، نجوم كبيرة قوية ومتعددة ومشعة. فيما مضى كان شعار الشركة ثلاثة نجوم، ولكن في العام 1993 تم تعديله ليصبح ما هو عليه اليوم. شركة رولكس للساعات، أراد مؤسس شركة رولكس اسم قصير يمكن لفظه بسهولة ويشبه ساعاته، لذلك ما قام به هو الجلوس لساعات طويلة وجمع الحروف بشكل منظم يوميا، لكن النتيجة كانت مئات الأسماء التي لم تعجبه. وفي صباح أحد الأيام وبينما كان يمتطي جواده، قامت جنية صغيرة بهمس اسم رولكس في أذانه، وذلك حسب قوله الخاص. شركة ستاربكس، لا يوجد قصة طويلة خلف التسمية ولا معاني تجريدية كما يظن البعض، إلا أن المؤسسون الثلاث للشركة اختاروا الاسم من رواية كلاسيكية تسمى موبي ديك، وإن ستاربك الرفيق الأول للكابين أهاب كان يعشق القهوة، وهكذا كانت التسمية. شركة أديداس، الشركة التي تنتج الملابس والأحذية والحقائب وكل ما له علاقة بالرياضة، تم تأسيسها من قبل أدولف داسلر، وعليه فإن الاسم هو الحروف الأولى لاسمه مع إضافة حرف الياء في الجزء الأول لجعل وقعه موسيقيا على الأذان. شركة بيبسي، في عام 1893 كان مشروب هذا يباع تحت مسمى برادز درينكس، وكان كاليب برادهام قد ابتكره في صيدلياته الخاصة حين كان يوياه. وفي العام 1898 تم إعادة تسمية المشروب تيمنا بإنزيم البيبسين لكونها كانت تحتوي عليه، والذي كان الهدف منه مساعدة على الهضم. والكولا نسبت أيضا إلى نبتة الكوكا. شركة كوكاكولا، التسمية ترتبط مباشرة بنبتة الكوكا وبالثمار بندق الكولا الذي يتم استخدامه لمنح المشروب نكهته. وفي عام 1886 قرر استبدال حرف الكاف في الكلمة بحرف سي، لأن الملك اعتبر أن حرف السي في التسمية له شكل رنان على الأذن أكثر من حرف الكاف.